بعد الفاصل نتابع معا الملف التالي. ضبط شحنة أسلحة تركية في طريقها للإرهابيين، لماذا تصر أنقرة على زعزعة الاستقرار في ليبيا؟ أهلا بكم من جديد. إعلان القيادة العامة للجيش الليبي أن هناك أدلة وأن هناك مستندات تثبت دعم تركيا للإرهابيين في ليبيا على خلفية ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة الخاصة بأعمال العصابات، ذلك الإعلان يفتح أبوابا كثيرة أمام عدد من التساؤلات، لعل أبرزها: ماذا تريد تركيا في الأساس من وراء ذلك؟ لماذا تصر أنقرة على تغذية عدم الاستقرار في الساحة الليبية؟ وما هو دور مجلس الأمن بعد توافر هذه الأدلة والمستندات وبحوزة الجيش الليبي؟ أم أن مجلس الأمن حتى الآن لم يقرر بعد أن يعطي الملف الليبي نصيبا وافرا من أولوياته؟ إعلان العميد أحمد المسماري المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي أن هناك أدلة ومستندات تثبت دعم تركيا للإرهابيين في ليبيا ليس جديدا على سياسة أنقرة التي باتت تمثل خطرا كبيرا على الأمن الليبي وترتكب جرائم بحق الليبيين، وأن الجيش الليبي يمتلك كل المستندات الخاصة بباخرة قادمة من تركيا تحمل أسلحة خاصة بأعمال العصابات. وجاءت سفينة الأسلحة التركية الأخيرة التي تم ضبطها بميناء الخمس والتي يعتقد أنها على علاقة بعمليات الاغتيالات لتعيد ملف التدخل التركي المهدد للاستقرار الليبي إلى واجهة الأحداث ولتضع مجلس الأمن الدولي أمام مسؤولياته. وخلال الأشهر القليلة الماضية ضبطت قوات خفر السواحل اليوناني سفينة محملة بمواد تستخدم في صنع المتفجرات كانت في طريقها لمدينة مصراتة الليبية، عاثرة بداخلها على 29 حاوية بها مواد منها نترات الألومنيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال. المنطقة كانت تقريبا، وكانت القيادة العامة للجيش الليبي طالبت اليونان بإطلاعها على نتائج التحقيق ونوع المواد المحملة على السفينة، فيما كشف مصدر ليبي مطلع على التحقيقات أن عملية نقل المتفجرات من تركيا إلى مصراتة عن طريق الباخرة التركية كانت بإشراف قيادات الجماعة الليبية المقاتلة وعلى رأسهم عبد الحكيم بالحاج وبتنسيق مع الإرهابي صلاح بادي وقادة الكتائب المسلحة في المدينة. وكشف المصدر ذاته عن عقد المخابرات التركية اجتماعات مكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية مع قادة الجماعة الليبية المقاتلة للسيطرة على العاصمة وطرد الكتائب التي تسيطر على طرابلس، مؤكدا أن الهدف من تزويد مدينة مصراتة بالمتفجرات هو دعم الجماعة الليبية المقاتلة للسيطرة على العاصمة طرابلس. فالدور التركي واضح في دعم الجماعات المتطرفة في ليبيا منذ ثورة 17 من فبراير، وبالتحديد جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة التي يقودها عبد الحكيم بالحاج والداعم الأول لعلي الصلابي المسؤول الأول عن توجيه الدعم التركي والقطري إلى الجماعات المتطرفة في ليبيا. وبحسب المراقبين فإن التحركات التركية تأتي في إطار رؤية الرئيس رجب طيب أردوغان الساعية لاستنساخ تجربة الدولة العثمانية التي سيطرت على المنطقة قرونا وكانت سببا في تقسيم بعض دولها، والآن تواصل الدور المشبوه نفسه في العراق وسوريا واليمن وفي ليبيا. ينضم إلينا من القاهرة عبد الباسط بن هامل المحلل السياسي الليبي، وينضم إلينا كذلك من تونس بالحسن اليحياوي الباحث في الشؤون الليبية. أبدأ معك سيد بالحسن. الآن سيد أحمد المسماري، العميد أحمد المسماري، يقول إن للجيش الليبي بحوزة الجيش الليبي أدلة دامغة على أن تركيا تهرب السلاح، وفي حالة كمان في سفينة
خرجت من ميناء تركي مباشرة إلى ميناء الخمس الليبي، وعليها بالتفصيل تفصيلا عليها أكثر من 2,000,000 طلقة مسدس تركي بالمناسبة، عيار 9 ملي، 3000 مسدس 9 ملي، 120 مسدس بريتا، 400 بندقية صيد، لا أدري لماذا صيد، إنما يعني إجمالي الطلقات حوالي 5,000,000 طلقة. حتى الشركة المنفذة هي شركة زوراكي التركية مثلا. طيب ما جدوى ذلك الإعلان؟ تفضل. نعم، هو في حقيقة الأمر نحن نتحدث عن شحنتي سلاح، يعني شحنة ذخائر منفصلة لوحدها، ثم شحنة أسلحة التي تحوي على مسدسات وتحوي على بنادق صيد، وهذه الأخيرة هي بنادق قابلة للتحويل إلى بنادق نصف أوتوماتيكية مزودة بكواتم للصوت. ومن الواضح أن هذه النوعية من الأسلحة هي ما يحتاجه في تنفيذ عمليات الاغتيال السياسية أكثر منها من أن نحتاجه في معارك متواصلة. وطبعا هذه الشحنة ليست الأولى، على اعتبار أنكم حتى ذكرتم في التقرير أنه منذ أقل من 5 شهور كان هناك يعني السلطات اليونانية تمكنت من إلقاء القبض على سفينة يعني محملة بذخائر أو محملة بما يصلح لإعداد المتفجرات، كانت في طريقها إلى مصراتة. نحن الآن نتحدث عن أكثر من شحنة سلاح، وهذه الشحنات التي تمكن سواء الجيش الليبي أو الجمارك الليبية من القبض عليها أو غيرها، فما بالنا بتلك التي فلتت ولم نتمكن من العثور عليها. وهو من الواضح تماما أن تركيا، أن سياسة رجب طيب أردوغان لا زالت تنظر إلى منطقة المغرب العربي، إلى تونس وليبيا ومصر والعراق وسوريا وبقية المناطق، إلى أنها مجرد إيالات عثمانية، ولديها مطلق الحق في التدخل فيها، ولديها مطلق الحق أن يكون لها موت قدم، وأن تدعم هذا الطرف أو ذاك، أو أن ترعى يعني حتى العمليات الحربية والعمليات السياسية بطريقة أو بأخرى. تركيا الآن تدخل يعني إلى الساحة الليبية للتنافس بقدر أكبر، بعد أن لاحظنا في الفترة الأخيرة أن هناك يعني مباركة أو أن هناك تفويض أو رضا، لا أدري كيف نطلق عليه، من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لما تقوم به تركيا. وآخرها وليس آخرها هو ما حدث مثلا مع انسحاب، إعلان ترامب الانسحاب من سوريا، وبالتالي إلقاء قوات قصد بين فكي الجيش العثماني. وهو يعني أن تركيا الآن تستعيد دورها في تدوير الإرهابيين وتدوير الجماعات الإرهابية كما فعلت ذلك منذ 6 سنوات أو وأكثر. كانت هناك عملية تدوير الإرهاب من تونس وليبيا ومصر والجزائر، من ليبيا إلى الحدود مع سوريا، إلى تركيا إلى الحدود مع سوريا، ثم إلى سوريا والعراق. الآن وبما أن المعركة تشارف تقريبا على نهايتها خاصة في سوريا، هناك حاجة إلى إعادة تدوير الإرهاب، ولكن الآن في الاتجاه المعاكس، وليس هناك أفضل من الساحة الليبية بتقلباتها الآن لأن تكون مأوى للأعداد الإرهابيين الذين سوف يطلق سراحهم بعد القضاء على قوات قصد، لأن هناك أعداد كبيرة من الإرهابيين هي يعني في قبضة قوات قصد. وإذا انسحب الأمريكي من سوريا، هذا يعني أن قوات قصد ليس هناك أحد يحميها، وأن جيش أردوغان سوف يتمكن من يعني القضاء عليها تماما، وهذا يعني مباشرة طبعا إطلاق سراح الإرهابيين الذين سوف يدينون بولاء دائم لتركيا، وبالتالي يكونون طوع أمر تركيا في تدويرهم وإرسالهم إلى هذه المنطقة، إلى المنطقة الليبية، مما يعني طيب. الضغط على مصر من ناحية، الضغط على تونس، على الجزائر، على تشاد، ومنطقة الصحراء المرشحة إلى أن تكون منطقة نزاعات كبرى في القريب العاجل. طيب سيد عبد الباسط بن هامل، ظني أنك تتابع ما قاله ضيفنا من تونس سيد بالحسن اليحياوي. يعني سيد بالحسن يقول إن تركيا دابت على ما سماها هو تدوير الإرهاب، تدوير الإرهاب في هذه المنطقة، ربما مرورا بمصر وليبيا وتونس والجزائر. السؤال هو لماذا تصر أنقرة على ذلك؟ ما هو العائد يعني؟ يبدو أن أردوغان شخص حالم يعني بعودة حكم الباب العالي إلى هذه المنطقة بأكملها، تحديدا شمال أفريقيا وحوض المتوسط، يريد عودة إلى ما قبل 300 ولا 400 سنة من أجل يعني استمرار هذه الحقبة من جديد، تصديرها من جديد. يعني للأسف هو شخصية متهورة، رأيناه في الداخل التركي كيف يفعل بالمعارضين، يعني بمئات والآلاف الذين اعتقلوا
لاختلافهم في وجهات النظر فقط، وبعضهم موظفين عاديين. يعني هذه هي حرية الرأي التي تصدر. أيضا نرى الآن المشهد حقيقة بشكل واضح، يعني ما يجري في ليبيا ليس إرسال شحنات أسلحة فقط، ولكن حتى تقديم دعم سياسي للجماعات الإرهابية الفارة من مدينة بنغازي ومدينة درنة، وهؤلاء يتحركون بكل أريحية داخل تركيا، أعطيت لهم الإقامات وأعطيت لهم المساحات وأعطي لهم حتى الدعم المالي من قطر من أجل أن ينشئوا أحزاب وتكتلات وأن ينشئوا وسائل إعلام تبث سمومها باتجاه ليبيا عبر قنوات فضائية ومواقع إخبارية. نرى هذه الأسماء الحقيقة تبرز، مثل علي الصلابي. الآن علي الصلابي ينشط في تكتلات جديدة، وهو يلتقي العديد من الأفراد داخل الأراضي التركية، يطلق العديد من المبادرات التي يظن منها من خلالها من أجل القفز على المشهد من جديد السياسي، من أجل اللقاء بعض مع الأطراف الدولية. أيضا عبد الحكيم بالحاج هو يلتقي العديد من الأطراف، وهناك خالد الشريف، وأيضا هذه الزيارات التي تتوقف من بعض المقاتلين، الجرحى أيضا جرحى الجماعات الإرهابية الفارة من مدينة درنة وبنغازي وجدابية، هؤلاء يتلقون العلاج داخل المستشفيات التركية، وللأسف يصرف عليهم من خزانة الدولة الليبية عبر السفارة الليبية الموجودة في تركيا، التي من خلالها يتم تحويل الملحق الصحي، يحول من خلالها ملايين الدولارات من خزانة الشعب الليبي، وهذه الحقيقة عليها علامة استفهام كبيرة. فما بالك بإرسال شحنات كثيرة الحقيقة التي نتحدث عنها اليوم، هي شحنة وقبلها كانت شحنة والعديد من الشحنات الأخرى وصلت مرارا وتكرارا. كانت الدعم يقدم للمقاتلين بشكل كبير جدا، وحتى عبورهم من خلال المطارات، يعني المطارات في 2013 و2014 كانوا مقاتلين تنظيم داعش الرئيسيين والقيادات الفاعلة التي بنت النواة الأولى في مدينة سرت، كانوا قد جاءوا ووصلوا من مطار اسطنبول إلى مطار مصراتة ومطار معتيقة، وهذا للأسف تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي. صحيح. الذي يتغاضى عن هذه الأفعال. طيب. ولا يريد إدانتها، وهي سياسة ازدواجية المعايير. طيب سيد بالحسن في تونس، سأطلب منك مشكورا يعني حضرتك أن توضح لنا ما اتفقتما عليه أنت وسيد عباس بن هامل، فكرة الخلافة العثمانية، استعادة الأحلام العثمانية عن طريق الجماعات الإرهابية، ما الذي يمكن أن يحدث؟ يعني حتى لو دعم الإرهاب في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر، طيب كيف ستكون هناك خلافة إسلامية على هذه البلدان؟ هل لديك التصور؟ نعم. فضل. نعم طبعا، إذا نتحدث عن الخلافة العثمانية التي يريد أردوغان استعادة أمجادها، قد لا نتحدث عنها بصيغتها الجغرافية، وإنما نتحدث عنها بقرارها السياسي. حينما يصبح القرار السياسي لكل هذه المنطقة ينطلق مباشرة من إسطنبول، أو كما أشار ضيفكم من الباب العالي، هذا يعني أن تركيا هي التي تحكم كل هذه المنطقة سياسيا، وبالتالي وبطريقة غير مباشرة جغرافيا. نعم، قد لا يتمكن أردوغان من إحداث هذه الجغرافيا أو هذه الإمبراطورية العثمانية على المستوى الجغرافي، ولكن على المستوى السياسي، على مستوى القرار السياسي، على مستوى القرار الاقتصادي أيضا على اقتصاد هذه البلدان، نعم قد تكون هذه البلدان تحت يعني تحت إرادة التركي، تحت إرادة الدولة العثمانية، الدولة التركية التي يعني يديرها أردوغان الآن، وهو هذا هو المطلوب الآن. الآن ليبيا تذهب نحو محاولة للذهاب إلى انتخابات رئاسية، وإلى إيجاد يعني طريقة لإنهاء الحالة المتردية، الحالة الليبية المتردية أو حالة الانتقالية في ليبيا. وطبعا أردوغان إما أن يكون له اليد الطولة في هذه المفاهمات السياسية، أو أنه سوف يفشل هذا المسار الانتخابي، كما حدث يعني كما حدث قبل ذلك في تونس، وعن طريق مثلا الإخوان في تونس، عن طريق جماعة النهضة. واليوم الاقتصاد التونسي مدين أو هو يرزخ تحت نير الاتفاقات الاقتصادية المعقودة مع تركيا مثلا، هذا على المجال الاقتصادي. أيضا عندما تكون ليبيا غير مستقرة، هذا يعني أن هناك تهديد متواصل لتونس، للجزائر، لمصر مثلا، وهو ومصر الآن بالنسبة إلى أردوغان هي غريم. المصر اليوم هي غريم، كما أن الإمارات غريم، كما أن العربية السعودية غريم، وقص على ذلك، لأن الآن العدو والصديق لدى أردوغان هو يعني ليس عدوا دائم وليس صديق دائم. كل ما يهم هذا الشخص هو هذه الأحلام التي تعصف به حول استعادة الأمجاد العثمانية، كما أشرت لم تكن عن نطاق الجغرافيا، فهي تكون عن طريق تحدث عن يعني احتلال بالنفوذ يعني، أو وجود للنفوذ مباشرة. تتحدث عن خلافة نفوذ يعني وسيطرة. طيب
سيد عبد الباسط متوقف نعم. ايضا متوقف ايضا عند نقطه عجيبه بعض الشيء، حدثتنا عن ان هذه الشحنه لم تكن الاولى وربما للاسف لن تكون الاخيره، حدثتنا ان حتى تدخل الاسلحه من المطارات، حدثتنا عن ذلك، انما انا متوقف عند فكره هذه المباشره، يعني معلوم ان تهريب السلاح يتم في عرض البحار، معلوم ان بتطلع سفينه تقابل سفينه اخرى في عرض البحار، يتم تبادل الشحنات، تبدل الشحنات بالسلاح ثم تذهب بورق اخر. نتحدث عن السلاح خرج من ميناء مرسين، خرج من ميناء مرسين في تركيا الى ميناء الخمس وكانها شحنه بطاطس مجاهره بالدعم للارهاب. يعني هي المساله انه هذا لا يستحي ابدا على في انه يدعم للجماعات الارهابيه او يدعم ميليشيات مسلحه تقامر بمصير البلد. عقب انتهاء مؤتمر باليرمو او قبل انتهائه في جولته وفي نقاشاته استبعدت تركيا من اللقاء الرئاسي. علق المسؤول التركي الذي شارك في هذه الاجتماعات أن ليبيا لن تذهب إلى الحل، وكأنه في رسالة ضمنية أنهم سيحركون أذنابهم وعملائهم وجماعاتهم المسلحة والإرهابية في هذا البلد من أجل أن يستمر هذا النزيف الحاد. وبالتالي نحن نرى عملية التشظي كيف استمرارها. ليبيا كجغرافيا كما تحدث ضيفك الكريم من تونس هي مهمة جدا، سواء لمصر لتونس للجزائر في حوض المتوسط. وبالتالي عندما تتلاعب تركيا بهذه الرقعة الجغرافية وتدعم فيها جماعات إرهابية ومسلحة، فهي تضرب بتلك الجماعات وتحركها من أجل زعزعة الاستقرار في مصر على الحدود مثلا. ضرب أيضا الدول الإفريقية تشاد النيجر وتحرك الجماعات المتمردة التي أصبحت تنطلق من ليبيا من أجل ضرب تشاد، وهذا نراها في المعارضة التشادية كيف تتحرك وتنشط، لأن هذه المعارضة تدعمها تركيا وتدعمها قطر. هذه الخارطة الحقيقة عندما نتحدث عن الموقع الجغرافي المهم لليبيا، هذا للأسف عبء حتى علينا نحن نفسنا الليبيين. حوض المتوسط 2000 كيلومتر عندما تسهل للجماعات المسلحة وتدعمها من أجل أن تنشط الجماعات الهجرة غير الشرعية، أنا لا أعفي تركيا أبدا من هذا الدور الخطير جدا لربما تقوم به من أجل ضرب أيضا أوروبا من هذه الناحية. وبالتالي إيطاليا تعي هذه الخطورة بجد، ولهذا استبعدت تركيا من حضور الاجتماع المهم الرئاسي الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر مع بقية الأطراف الرؤساء لدول الجوار ووزير خارجية فرنسا. بتقديري أن تركيا تقامر حتى بمصير استثماراتها في ليبيا، يعني لديها أكثر من 100 مليار على مدى عقود وقعتها من قبل 2011، وكانت هناك استمرارية لعشر وخمسطاش وعشرين سنة. الآن أي قوة وطنية تصعد للحكم في طرابلس قريبا فإن مصير استثماراتها إلى زوال، ستنتهي هذه الاستثمارات سواء على البنية التحتية، على صعيد الإعمار، على كل الصعد، الطاقة، النفط، الغاز وما إلى ذلك. وبالتالي أردوغان هذا شخص أهوج وأحمق، أقولها بكل صراحة، لا يقدر مصالح بلده بقدر ما يقدر مصالح الجماعة التي تقوم على السمع والطاعة لفرد واحد في باب العالي، ولا تقوم طيب. أبدا على التعاون المشترك بين الدول في إطار المصالح المتبادلة. طيب. سيد عبد الباسط، الآن تلك الشحنة المليونية للسلاح هي بحوزة الجيش الليبي صحيح؟ لا لا لا، ليست بحوزة الجيش الليبي. للأسف سأقول لك بكل صراحة، الموانئ الموجودة غرب ليبيا بالكامل هي ليست تحت سلطة قوة عسكرية منظمة. يعني الصدفة المحضة هي اللي أعلنت عليها، يعني هناك رجال وطنيين مشكورين في ميناء الخمس أعلنوا عن هذه الشحنة، ولكن بتقديري أن هذا الميناء عليه شبهات مثل ميناء بعض الموانئ الموجودة في أقصى الغرب الليبي، الزاوية، زوارة، الكثير منها. هناك أناس وطنيين ولكن لا توجد الحقيقة وزارة داخلية قوية تتعامل مع هذا الموضوع يعني بشكل جدي. ما هو مصير شحنة السلاح هذه؟ ستكون مجهولة نتيجة لأن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني يسمى فتحي باشا آغا، أحد من تدعمهم تركيا، وكان في زيارة منذ 3 أيام إلى تركيا، والتقى فيها نظيره الوزير الداخلية التركي وله علاقات وطيدة، ودعمته تركيا لأنه أحد عربي فجر ليبيا، وهو أحد الداعمين، وهو أحد أقطاب أو من تدعمهم الإخوان المسلمين في هذه التركيبة. وبالتالي هذا جزء من المشكلة، وهو ليس جزء من الحل، لأنه ليس ابن المؤسسة الأمنية، وإنما هو ابن مؤسسات تفرخت من الميليشيات المسلحة التي تنامت وتغولت في أقصى الغرب الليبي. طيب سيد بالحسن في تونس، سيد بالحسن اليحياوي،
الآن الجيش الليبي يعتزم تقديم ما لديه من أدلة تحدث عنها بالأرقام وبمنشأ السلاح، يعني ينقصه فقط الرقم التسلسلي ما يعرف بالسيريال نمبر، يعني إلى مجلس الأمن. نعم. ماذا بعد؟ نعم هو في نهاية الأمر الجيش الليبي الآن يطالب مجلس الأمن بفتح تحقيق يعني حول ما تقوم به تركيا من تزويد هذه الجماعات الإرهابية والمجموعات المسلحة بالأسلحة وبالدعم اللوجستي وبالدعم المالي. هذا ما يطالب به مجلس الأمن، ولكن للأسف أعتقد شخصيا أن مجلس الأمن لن يعير اهتماما لهذه الشكوى، لأنني أشرت منذ قليل إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تبارك ما تقوم به تركيا، وليس أدل على ذلك من إعلان انسحابها من سوريا، يعني وتقديم قصد قوات سوريا الديمقراطية كجائزة لتركيا. وبالتالي حتى إذا ما نظر مجلس الأمن ببقية أعضائه إلى هذه المسألة يعني ومحاولة إدانة تركيا، فإن الفيتو الأمريكي سوف يكون بالانتظار. أعتقد أن الحل الحقيقي بالنسبة للجيش الليبي، بالنسبة لليبيا ككل، بالنسبة لكل الليبيين، هو توحيد الأجهزة الداخلية، ما يطيل عمر المرحلة الانتقالية وما يطيل عمر هذه يعني الفوضى الموجودة في ليبيا، هو أن الأطراف السياسية الليبية الداخلية هي متباعدة شديدة التباعد، سواء تحدثنا داخل مجلس النواب نفسه أو تحدثنا ضمن مجلس الدولة صحيح. نفسه صحيح. وهذا إنما أنت لا تعول كثيرا على التقدم إلى مجلس الأمن، معلش أنت لا تعول كثيرا على فكرة التقدم لمجلس الأمن أو فتح تحقيق أو طلب فتح تحقيق، أنت لا تعول على ذلك كثيرا. ما دام الأمر يعني يقوم به أردوغان بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية، فلن يكون هناك أي جدوى ولن يكون هناك أي تحرك من طرف مجلس الأمن. طيب سيد عبد الباسط، ربما ذلك سؤالي الأخير. أتحدث هنا عن فكرة خلاص، طالما أن حتى مجلس الأمن لن يكون مجديا، يعني إن هذه التهريبات ستجد من يحميها في مجلس الأمن. أتحدث هنا عن الأوساط الشعبية في الداخل الليبي، كيف تنظر الأوساط الشعبية في مجملها في داخل ليبيا إلى من يمد بلادهم بسلاح لتأجيج الصراعات ولقتل أطفالهم؟ لا، هي بالنسبة لتركيا خسرت الآن رصيدها الذي الشعبي أو التعاطف الشعبي ما قبل 2011، ولكن هذا سيكون له تداعيات خطيرة أصلا في التعامل مع تركيا كما قلت لك في السنوات القادمة، إذا ما كان توحدت فعلا، وكما أشار ضيفك التونسي الذي أشار إلى نقاط مهمة إلى حالة الانقسام الكبيرة التي في 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 في, في الشأن السياسي الليبي وأيضا في القوى العسكرية وفي الشأن الأمني، هذا الذي ترك فراغات للتدخلات الخارجية، هذا من ناحية. ولكن في إشارة إلى الازدواجية في الأمم المتحدة، البعثة الأممية أصدرت بيان اليوم خجول، يعني بعد ساعات، يعني تقريبا من ساعتين تحديدا، أصدرت بيان تطالب فيه بفتح تحقيق وبمراقبة هذه الأمور وما إلى ذلك من كلام لا يسمن ولا يغني من جوع حقيقة، كان كردة فعل أو تطهيب خاطر كيف ما نقوله بالليبي، يعني بعد ما تحركت القوات المسلحة الليبية من أجل ضرب سرايا بنغازي الإرهابية وتجمعات الجدران قرب استادة، أدنتها البعثة الأممية. لكن هذا الكلام درء فقط للحديث فقط الإعلامي أو الاستغلال العاطفة للشارع الليبي لا غير، لكن بشكل عملي إدانة تركيا لم تتحدث عنها أبدا. شكرا سيد عبد الباسط بن هامل المحلل السياسي الليبي، كنت معنا من القاهرة، فشكرا لك. وكذلك شكرا لسيد بالحسن اليحياوي الباحث في الشؤون الليبية، كنت معنا من تونس.